طيب كابتن سيف زاهر في انتخابات الاهلي الماضيه كان واحد من مناصري المهندس محمود طاهر، وده حقه، كانت كل المواقف الانتخابيه معلنه، ما حدش يقدر يحجر على حد في ده، بس عشان نبقى عارفين كل واحد واقف فين، ده حق طبيعي طبعا، وزميله في نادي هليوبلس وصديقه، حق طبيعي جدا، لكنه هو سيف في نادي الصيد مش نادي هليوبلس. لكن هي كمان النقطه المهمه، الحديث دايما وابدا على فكره الصفقات، وانه الكابتن محمد فضل كل الصفقات عملها، واحنا عندنا كل التقدير لمحمد فضل ولحسام غالي وكل الناس من ولاد الاهلي اللي اشتغلوا، مش هنفرق بينهم وبين امير توفيق او اي حد شغال، بس عشان ما نقصرش المسائل على حد، هي واضح ان المساله باكج واحد. في نهايه الكلام كانت في كلمه، الاهلي كان دايما ابدا بيخلص الدوري من المكتب، ده تعبير جديد نسمعه للكابتن سيف عشان نشوف فيما يبدو انه دلوقتي تصدير فكره ان الدوري هيضيع وهيضيع من المكتب. نشوف سيف زاهر. مواضيع كتيره جدا جدا داخل النادي الاهلي، هنقف النهارده للاصلاح، وهنقارن ما بين الاهلي والزمالك، وهنقارن ما بين الاهلي والزمالك اداريا. مش هنيجي النهارده عشان نطلع حد بريء او نطلع حد يا جماعه الهجوم، اكيد على فكره هجوم مروان محسن او هجوم الناس عليه هو حاجه احنا ما بنفضلهاش، او طريقه او اسلوب احنا ما بنفضلش ان الهجوم يبقى بالشكل ده، ولكن من حق الجمهور يزعل ومن حق الجمهور ينتقد. هقول لكم ليه ينتقد، وهقول لكم يزعل ليه، وهقول لكم اللعيبه دي اثرت في ايه، وهقول لكم المشكله فين. اوعى الناس تفتكر ان المشكله مع 2-3 لعيبه، وده لعب هنا وفايلر، كل دي معطيات في الاخر بتدي نتيجه. دايما الحاجات دي اي كواليس ليها معطيات، الثبات ليه معطيات، الاهتمام ليه معطيات، غرفة خلع الملابس ليها معطيات، العدالة ليها معطيات، الإدارة الجيدة ليها معطيات. كل الأسباب دي في الآخر بنشوفها في الملعب. واحد يقول لي يعني إيه حضرتك أنت بتقول إيه؟ طول عمر الدوري، طول عمر الأهلي، طول عمر الأهلي بياخد الدوري من المكتب مش من الملعب. الجملة دي كبيرة قوي، افتكروها. الجملة دي جملة خاصة بيا. الأهلي طول عمره بياخد الدوري من المكتب مش من الملعب. من عهد الكابتن صالح سليم، عهد الكابتن حسن حمدي، عهد المهندس محمود طاهر، عهد الكابتن محمود الخطيب، طول عمر نجاحات الأهلي وتنفيذ مبادئه بتبتدي من المكتب وليس من الملعب. الملعب ما إلا هي لعيبة بتلعب. اللي بيفرق دايما الأهلي عن أي نادي تاني هو المكتب. الفجوة ازاي النهارده قلت، وازاي الزمالك النهارده بيتفوق في جزء كبير ومجالات كبيرة، هنتكلم فيها النهارده بالتفصيل، وهنقول الزمالك تفوق في ايه، والزمالك قدر ينجح ازاي. الزمالك ما نجحش في ماتش ولا نجح في بطولة، الزمالك نجح ان هو يقلل الفارق، الفجوة او الجاب الكبير اللي كان موجود بينه وبين الاهلي لعوامل كتيرة جدا جدا جدا. ايوه كده، ايوه كده، افتح لي شباك المكتب اللي انت تقصده وقول ان انت قاصد اللي في المكتب. المقصود الكابتن محمود الخطيب. الاهلي كان بيحسم الدوري من ايام الكابتن صالح والكابتن حسن والمهندس محمود وكل رؤساء النادي اللي قبل كده من المكتب، بمعناها حسن الاداره. طب هل في عهد محمود الخطيب اللي جالس في هذا المكتب دلوقتي السنه اللي فاتت ما خدش الدوري بعد ما كان متاخر 18 نقطه؟ كنتوا بتقولوا الاهلي في المنطقه الدافيه ومش هيهبط. الاهلي خد الدوري السنه اللي فاتت رغم انف الكثيرين. ده كان مين اللي قاعد في المكتب؟ وبعدين هو لا زال الكابتن محمود الخطيب قاعد في المكتب والموسم شغال. كابتن سيف زاهر اللي بيصدر الانطباع دلوقتي على انه المكتب هيضيع الدوري، هل الدوري هيضيع ولا هو شخصيا رايه ايه؟ نادي الاهلي نقطه النهارده مهمه جدا، الفروقات كبيره جدا بين النادي الاهلي واكبر منافسينه، المشوار يعني مش هقدر اقول لسه بعيد، لا النادي الاهلي يقدر يخلص الدوري بدري، وبنسبه 90% الدوري هذا العام للنادي الاهلي. في عالم كره القدم الارقام ما بتقولش كده، لسه الارقام، انا بقول لكم في عالم الفنيات وده النادي الاهلي والفروقات كبيره جدا، 20 نقطه لاقرب منافسيه، فالمشوار بعيد. ولكن حال دايما الكبار ان ممكن تبقى في مباراه كده ثم تعود وترجع الموضوع يمشي تاني بشكل كبير. ما زلت بسال نفس السؤال، يا ترى كابتن سيف انت عايز ايه؟ ايه اللي ملخبطك؟
ايه اللي مخلي قناعاتك مره كده ومره كده في ايام قليله؟ كابتن سيف، الدوري بيحسم المكتب، تعبير جديد وعجبني وحقيقي، لكن هو الدوري راح من النادي الاهلي؟ يعني الكابتن خطيب جه خد 2 دوري وهو متصدر التالت، وهو نفسه بيقول الفارق صعب تعويضه يتعب. الا اذا بقى هو عنده مشهد بيقول له لا ما تستعجلش، الفرق هنضيعه. هما مين؟ انا ما اعرفش. هو اللي يعني هو اللي بيوحي بهذا. أيوة. يعني كلامه يوحي بهذا. لا، انت دي مباراه خسرها الاهلي. انت عندك ارقامها؟ هجيبها لك في وقتها. لا والله هو ده وقتها. انا كان نفسي لان الغريبه جدا ونحن ساخطون على هذه الهزيمه تماما ومتضايقين جدا ويعني محبطين جدا، لكن ارقام المباراه بتقول ايه؟ بكل اخطاء تم تناولها للجهاز الفني وبكل تحامل التحكيم على النادي الاهلي وضياع حقوقه وبكل عدم التوفيق في بدايه واثناء لحتى اللحظه الاخيره، كان كابتن وليد سليمان ممكن يجيب جون، وبكل التوفيق الذي صادف الزمالك 4 أو 5 هجمات يا استاذ ابراهيم اسفرت عن 3 أهداف، بكل الخلل اللي كان موجود في النادي الاهلي، هنشوف الارقام في حينها بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ عشان تشوفوا حجم الجرم. ورغم كده يعني. ورغم كده هقول لكم احد الاسباب التي ادت الى ان المباراه تتخطف من النادي الاهلي. طيب ابراهيم فايق بعد ما قال كل ما قاله عن الاهلي وتحديدا عن الكابتن محمود الخطيب، فكرناكم وفكرناه من كام يوم كان الاهلي او هو رايه ان جمهور الاهلي عليها ان يفخر ان رئيسه محمود الخطيب. هل الكابتن سيف زاهر بعد كل اللي قاله وعلى المكتب ومن في المكتب ومن بره المكتب، رايه عن اداره الاهلي واداره الكوره، هل بالفعل الاداره مقصره والخطيب مقصر ولجنه التخطيط مش شايفه شغلها والقطاع منهار وكل الكلام اللي انتوا سمعتوه من الكابتن سيف زاهر، هل هو من يومين اتنين فقط كان هو ده راي سيف زاهر نفسه ولا لا؟ النهارده الحقيقه فرحت جدا 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 وبحيي الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وبحيي لجنه التخطيط على هذه القرارات. الحقيقه اللي تقول ان احنا بفضل الله بفضل الله انفردنا ونورنا لنادي الاهلي بنود النادي الاهلي اخذ قرارات بيها. انا ما قلتش حاجه غير كده. فبوجه لهم كل الشكر وكل التحيه وبوجه لهم كل الشكر للاحترام والاحترافيه والشجاعه في تصحيح المسار. اهو انا ما قلتش حاجه. توصيات لجنه التخطيط تمديد عقود اللاعبين، يعني اي لاعب يتمد عقده 5 سنين، اللي هيخلص بعد سنه بعد 2 هبتدي اجدد له وهبتدي مش هخش في اخر اللحظات، وده كان خطا شديد جدا للنادي الاهلي. ادي رقم 1. زي ما حصل مع الشناوي والسوليه ومجموعه كبيره جدا. خش على الثانيه. التوقف على سياسة الاستعارة، يعني لما اجي اعمل اعير لاعب او استعار لاعب اكتب في بنده اولوية اولى للشراء، وده المشكلة اللي حصلت مع رمضان. انا بصلح، انا ادارة محترفة ومحترمة. انا عايز اقول لكم انا لما شفت القرارات قمت وقفت ضربت تعظيم سلام، لان ناس فعلا محترمة انها تطلع القرارات ده في التوقيت ده، يعني بيقول ان انا بصلح المسار، وده اللي انا قلته. تغيير استراتيجية الصفقات الجديدة. يعني ايه؟ يعني وضع مقابل مادي يسمح ان انا انتش الصفقة. امور سهلة واضحة اهو. انا ما قلتش حاجة برا كده. طيب كلام جميل. برضو ارجع اقول حقيقي مش عارف ايه اللي ملخبط الكابتن سيف. يعني الكابتن سيف بيقول اضرب تعظيم سلام على القرار اللي خدها لتصحيح ما اعتقد انه غلط. اذا انت بتتكلم دلوقتي على ناس صلحت موقف، همشي معاك يا سيدي ان كان في اخطاء والناس بتصلح موقفها، لكن انا بس عايز اناقش حاجه مهمه جدا. هو انت لما تيجي تقول للعيب امضي 5 سنين ويقول لك لا، تقول له بلاش؟ لعيب انت محتاجه. لو قال لك لا امضي 4 تقول له لا يا 5 يا بلاش؟
ما في لعيب قدامك يا جماعه. التفاوض اختلف جدا لان الاموال دلوقتي بقت يعني كتيره لدرجه يعني صعب انك تقف قدامها الا اذا كان عندك يعني ناس عقلاء جنبك بيفرملوك. لان النادي الاهلي برضو خلي بالك البقاء في النادي الاهلي هو ثروه مؤجله او ثروه منظمه على مدى عمرك، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت مره واحده تفقد ايمانك بالاداره اللي انت بتقول لها شكرا بعد 48 ساعه. مفيش قرارات على فكره، يعني دي اخر قرارات خدتها الاداره اللي انت حيت عليها. انت بتهاجمها ليه دلوقتي؟ انت وقفت لها تعظيم سلام. طب انت ليه بتهاجمها دلوقتي؟ ما صلحت يا عم. اذا كنت يعني شايف ان كان في حاجات تصلح. النمره الثالثه او الحاجه الثالثه اللي قالها ان اي حد يمشي لازم يكتب الاولويه لعودته للنادي الاهلي. يعني ده مش في ايدك لوحدك، ده مدى قانونيته. لو اللاعب اعترض 100% الاتحاد الدولي معاه، مفيش حاجه اسمها لازم ترجع لي الا اذا كان باتفاقات محدده بانه بيمد عقده وبيدهولك وبعدين يرجع عليك. يعني فيها اجراءات معقده مش سهل ان اللعيب يوافق عليها. ففكره الانتقاد يعني هنعتبر ان احنا بنناقشك بشكل موضوعي. العمليه مش بالسهوله دي، وانا مش بقول كده لان انا مش بدافع عن نفسي. الحقيقه الناس اللي اشتغلت الفتره اللي فاتت دي في ملفات التجديد وملفات بتاع عملت مجهود كبير جدا، لكن اصطدمت في الاخر لما وكيل اللاعب نفسه بيقول انا مش عارف اعمل حاجه وانا بفسخ علاقتي بيه. يبقى انا الراجل اللي بفاوضه كمثلا مسؤول تعاقدات هقدر اقنعه اكتر من وكيله؟ يعني في امور اي واحد يقدر يقول للناس اعملوا وسووا، بس هو لو اتحط في الموقف هيشوف حاجات تانية. هيشوف حاجات تانية. وبعد الفاصل هنشوف ليه الزميل سيف زاهر استحق شابوه.